بالنسبة لأخبار المحافظات، في المنوفية تم إدراك 25 مدرسة جديدة ضمن مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية. في الإسكندرية فتم ترميم الحفر في 23 شارع بأحياء المحافظة. نروح كمان لمحافظة البحر الأحمر، مطار مرسى علم تم استقبال 25 رحلة طيران فيه من السياحة الدولية. أما في محافظة القليوبية فقد تم بدء إغلاق المدفن الصحي في الخنكة لتقليل الانبعاثات الضارة. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظاتنا في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية أعلنت المحافظة عن إدراك 25 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي والثانوي ومدارس اللغات بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة ضمن مشروعات خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإجمالي 525 فصل دراسي كمرحلة أولى. في الإسكندرية أعلنت المحافظة أنه بيتم ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء بالشوارع الرئيسية والجانبية، وحتى الآن تم ترميم الحفر في 23 شارع بـ7 أحياء، وده لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتيسيراً للحركة المرورية. في الشرقية أعلنت المحافظة عن تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فقوس أبو شلبي بطول 9 كيلومتر، واللي بيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تبدأ من كوبري الصحارى وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كيلومتر وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل، والمرحلة الثانية بتبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كرسيع بطول 6 كيلومتر وبتكلفة 21 مليون جنيه. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 25 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 156 رحلة طيران أسبوعية وصلت المطار بداية من السبت الماضي وتستكمل الوصول حتى اليوم الجمعة. في القليوبية أعلنت المحافظة عن مشروع إغلاق المدفن الصحي بالخنكة لتقليل الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عنه، ومن أهمها السائل الرشيح، حرصاً على حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير منطقة العكرشة بالخنكة، إضافة لإنشاء مدفن صحي جديد للمحافظة بمدينة العاشر من رمضان. في المنيا أعلنت مديرية الصحة عن تنفيذ قافلة طبية وعلاجية بقرية بلنصورة التابعة لمركز أبو قرقاس، وتم الكشف الطبي على 1554 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. مشاهدينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لفاصل سريع، ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر.